أكد وزير البترول طارق الملا أنه يتم حاليا العمل على زيادة إنتاج الزيت الخام لسد الفجوة مع الاستهلاك المحلي. وخلال كلمته أمام المؤتمر الفني لتحسين كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، قال الملا أنه يتم حاليا العمل على تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية، وذلك لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج أسوة بما تم إنجازه في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير.